أهل العدالة حول قواعد الادعاء المباشر وجرائم الشكوى. استمعنا في الجزء الأول يوم الأربعاء إلى الأستاذ الكبير والمحامي بالنقد الأستاذ حمدي مسعودي الذي حدثنا عن قواعد الادعاء المباشر، كما يسرنا اليوم أن يتحدث إلينا الدكتور علي الزين عن موضوع مهم جدا وهو جرائم الشكوى. فليتفضل. أبو زهر طيبين يا جواد، إن شاء الله سنة سعيدة علينا وعلى مصر كلها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هشرح الوجهة النظرية القانونية فقط. أستاذ حمدي دسوقي هيكملني في الناحية العملية. فأي سؤال نظري تحت أمره، أي سؤال عملي أستاذ حمدي أستاذنا في هذا الموضوع. هو انا ما حضرتش امبارح بس كان عندي ظروف في كليه الشرطه. الادعاء المباشر، الادعاء المباشر اتشرح امبارح بس انا هكمل الناحيه القانونيه شويه. الادعاء المباشر القانون الاجراءات الجنائيه خلاه للمضرور من الجريمه، ويوجد فرق يا ساده المستشارين بين المضرور وبين المجني عليه. وقد يكون المجني عليه هو المضرور، وقد يكون المضرور شخص والمجني عليه شخص اخر. نص قانون الاجراءات الجنائيه على الادعاء المباشر اللي هو من حق المضرور من الجريمه، لما نيجي للشكوى هيكون من حق المجني عليه. يبقى في فرق بين المضرور وفي فرق بين المجني عليه. ايه العلاقه بين الادعاء المباشر والشكوى؟ إن الإدعاء المباشر لا يجوز إلا في الجنح فقط لا غير والمخالفات، بس أكثره جنح يعني. الإدعاء المباشر بيطالب بتعويض مدني، بيطالب بتعويض مدني عن الضرر الذي أحدثته الجريمة الجنائية عليه، وعلى ذلك يجب أن يكون في ضرر، إذا ما فيش ضرر يبقى هينتفي الإدعاء المباشر. طب إيه هو الضرر؟ الضرر عندنا درسناه في القانون المدني، خطأ، ضرر، علاقة سببية بينهما. الضرر ده قد يكون مادي زي إصابة المجني عليه في حادث السيارة، وقد يكون معنوي مثل السب والقصف أو الشرف والاعتبار. المشرع جعل للمضرور من الجريمة الحق بيطالب بالتعويض. هيرفع الدعوة المباشرة أمام محكمة الجنح بدون إن هو يعدي على النيابة. إيه اللي جاب سيرة النيابة؟ النيابة العامة هي الأمينة العامة للدعوة الجنائية سواء مخالفة أو جنحة أو جنائية. هنا المضرور من الجريمة هيرفع الدعوة مباشرة أمام محكمة الجنح. أستاذ حمدي شرحها بعريض الدعوة في قلم كتاب محكمة الجنح وهكذا. طيب هنا النيابة ملهاش دعوة، لكن حليها دعوة امتى؟ هتخش في الدعوة كوكيل نيابة أمام المحكمة، يبقى هتباشر الدعوة أمام المحكمة، عادي جدا. تطالب ببراءة المتهم، تطالب بأقصى عقوبة للمتهم، تطالب اللي هي عايزاه. ولكن إذا كانت النيابة العامة بدأت التحقيق، بدأت التحقيق أو أول إجراء من التحقيق زي القبض، سؤال شهود، اي حاجه، لا يجوز المضرور الجريمه بتاتا رفع الادعاء المباشر. اذا بدات النيابه العامه التحقيق لا يجوز للمضرور الجريمه ان يرفع ادعاء مباشر، لا يمكن. النيابه العامه هتحقق يبقى مفيش ادعاء مباشر. النيابه العامه حققت هيحصل ثلاث حاجات، لا اما تحفظ الدعوه، لا اما تدي امر لوكيل اقامه الدعوه، لا اما ترفع الدعوه لمحكمه مختصه. فاذا حفظت الدعوه فالحفظ قرار اداري، يجوز للمضرور اذا النيابه حفظت الدعوه ان هو يرفع ادعاء مباشر على طول. طب اذا ادت امر لا وجه لاقامه الدعوه، اللي الضر هنا المدعي المدني، مش هيقدر برضه يرفع دعوه مباشره ولا جنحه مباشره، مش هيقدر. هيعمل ايه؟
القانون قال له هتروح محكمه الجنح منعقده في غرفه المشهوره، هي اسمها كده ولا اسمها اتغير؟ ماشي. هيروح محكمه الجنح منعقده في غرفه المشهوره. يا محكمتي يا جنح انا مضرور من الجريمه، النيابه حققت مع المتهم، اديته امر الى وجه قامه الدعوه، وانا معترض عليك. يعترض عليه امتى يا بهوات؟ خلال 10 ايام من علمه بقرار لامر اقامه الدعوه. اذا قرار امر الى وجه اقامه الدعوه قرار قضائي. ولذلك يجوز استئناف خلال برافو 10 ايام، خلال كم؟ 10 ايام. اذا لم يقم المضروب من الجريمه برفع الاستئناف بتاعه خلال 10 ايام وانقضت المده سقط حقه في الاستئناف. اثنين، محكمه الجنة هتعمل ايه؟ لا اما تأيد الاستئناف، فاذا أيدت الاستئناف هتقف بإحالة الاوراق عن طريق النيابه العامه الى المحكمه المختصه. يبقى كده المضروب نجح ان هو ان الدعوه الجنائيه والمدنيه هتباشر امام محكمه الجنة. هقول تاني، امر الى وجه اقامه الدعوه المضروب من الجريمه الوحيد اللي هيستأنف خلال 10 ايام امام محكمه الجنح المستأنفه منعقده في غرفه المشوره. هنا محكمه الجنح هتؤيد الاستئناف، يعني هترفض قرار النيابه. فهترفع الدعوه عن طريق النيابه للمحكمه المختصه. اذا رفضت الاستئناف اصبح امر الى وجه اقامه الدعوه امر نهائي. يبقى امتى امر الى وجه اقامه الدعوه يكون نهائي؟ برافو، حالتين. اذا لم يستأنف خلال 10 ايام، او اذا استأنف ورفض الاستئناف. هنا القانون قال كفل باب الجنائي في وجه المضرور، اتقفل وعليه ان يرفع دعوه التعويض امام المحكمه المدنيه اذا كان لها وجه. اذا كان لها ايه؟ وجه. الجنح المباشر في الدعاء المباشر لازم تكون الدعوة الجنائية مقبولة، والدعوة المدنية والجنائية لازم تكون مقبولة. إذا لم تكن مقبولة لا يتم الجنح المباشر، لا يجوز. لازم تكون مقبولة، لما كانتش مقبولة لا يجوز. يبقى هو ده اختصار للادعاء المباشر من الناحية القانونية. الادعاء المباشر يجوز في جميع الجنح ما عدا جنح معينة. أنا ما أعرفش الأستاذ قال امبارح ولا لا، عدا جنح معينة. قال يجوز جنحة مباشرة لحدث طفل الذي لم يتم 18 سنة. قال يجوز الجنحة المباشرة ضد موظف عام في الدولة أثناء وبسبب تأدية خدمته أم لا؟ لا، لأن هذا لا يجوز رفع الدعوة على موظف العام إلا عن طريق النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. ده الموظف العام، يبقى لا يجوز الادعاء المباشر ضد الطفل، لا يجوز الادعاء المباشر ضد الموظف العام. هل يجوز الادعاء المباشر أمام المحاكم العسكرية؟ لا يجوز. محكمة الجنح. يبقى دي القاعدة العامة ودي الاستثناءات بتاعتها، ودي إيه؟ استثناءاتنا. حضرتك يا دكتور. أخبار. استاذن ساعتك بس في الجزئية دي حضرتك ذكرته هو القاعده العامه طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه. طيب. في اشكاليه قانونيه حديثه ارساها الدستور المصري في الماده اللي هي الماده 99 منه. الماده 99 بتتكلم حضرتك عن ان كل اعتداء على الحريه الشخصيه او حرمه الحياه الخاصه للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامه التي يكفرها الدستور والقانون جريمه لا تسقط الدعوه القانونيه والمدنيه الناشئه عنها بالتقدم وتقام ويجوز إقامة الجنحة المباشرة. هذه الجرائم طبق نص المادة 99 تعتبر كلها جرائم موظف عام. فهنا الدستور أباح الدعوة المباشرة في جريمة خاصة بالموظف العام. وأصبح هنا النص بيتنافى أو قانون الإجراءات الجنائية في الجزئية دي بيتنافى مع الدستور. فالوضع إيه سعادتك؟ هو سعادتك الدستور نص على حاجة للموظف العام. زي إيه؟ مية لا برافو عليك يا باشا، مادة 123. يا رئيس 123 قال لك يجوز الدعوة المباشرة، باشا يجوز الدعوة المباشرة. هقولها باشا اللي أنا يعني هقولها وبعدين أرد. أنا فاهم أنت صح، بس هنا سعادتك يجوز رفع الادعاء المباشر على الموظف العام 123، مادة 123، بتقول إيه مادة 123؟ إن الموظف العام
امتنع عمدا عن تنفيذ حكم. ماشي؟ يبقى هنا اجاز المشرع في هذا الكلام. هنا ساعتك ممكن نقيس، وقياس في الجنائي بيكون في ضيق جدا، بيكون يا باشا ضيق جدا. تاني حاجه، هنا انت قلت قانون اجراءات جنائية تعارض مع الدستور. لا يا باشا، الدستور هو اعلى من القانون واعلى من الاجراءات الجنائيه. فهنا سعادتك ما دام اباحها حاجه الدستور فيجب على المشرع تعديل الماده بتاعه الاجراءات الجنائيه عشان تكون متفقه مع الدستور، لان الدستور اداله امر بقواعد امره ان هو ما يخالفوش، ان هو ايه؟ ما يخالفوش، فهو اباحها. ده دستور ايه سعادتك؟ 2014 صح سعادتك؟ نصبر شويه، لغايه يوم 15 يناير. لا انا عاوز اقول ان الدستور في مرتبه اعلى زي ما سعادتك. ما مرتبه اعلى. فبالتالي ضرائب الموظف العام ليست كلها طبقا للدستور الجديد. حاضر. لا يجوز الادعاء المباشر فيها. جميع ضرائب الموظف العام لا يجوز الادعاء المباشر فيها الا ماده واحده نصها عليها قانون الضرائب الجنائيه، وهي الماده 123. طب لحد دستور 2014 يا دكتور. كده حضرتك الجرائم الجديدة الخاصة بالموظف العام متعلقة بالحريات العامة للمواطنين ويجوز إقامة الجنحة مباشرة نص صريح. يجوز سعادتك الادعاء المباشر ضد الموظف العام في الجرائم الآتية: واحد، حبس مواطن بدون وجه حق. اثنين، القبض على مواطن بدون وجه حق. ثلاثة، دخول منزل بدون إذن نيابة. كل الحاجات دي سعادتك اللي هي مرتبطة بالحريات الشخصية يجوز فيها الادعاء المباشر. بس خلاص هي إيه الرؤية. لكن انا بقول لك موظف عام اثناء وبسبب تأدية عمله، يبقى هنا اثناء وبتأدية عمله ايه؟ كان حسن النية، ما اقدرش ارفع عليه ادعاء مباشر، والا لقام الشعب المصري كله بدعاوي كيدية امام محكمة الدولة. وعشان كده نص المادة 199 من الدستور منطبق في هذه الجزئية من بعض اللي هي الاعتداء على الحرية، اللي هي حبس مواطن بدون وجه حق، القبض على مواطن بدون وجه حق، دخول منزل بدون وجه حق، كل الحاجات دي يجوز فيها ادعاء مباشر عادي جدا. عادي جدا مش ممنوع. في فرق سعادتك الموظف العام اثناء وبسبب تأدية عمله، يبقى اثناء وبسبب تأدية عمله يشترط فيه حاجة واحدة، أن يبغي المصلحة العامة وأن يكون حسن النية. في الحتة دي لا يجوز ادعاء مباشر. في الحتة دي، أما إذا كان سيء النية ارفع ده ومشي. لو كلامي فيه حاجة قولوا. لا دكتور بس هي دي حته جديده بعد دستور 2014 على اساس ان القاعده العامه حصل اقامه الادعاء المباشر ضد الموظف العام. اثناء كمل اثناء وبسبب عمله وكان حسن النيه، فلا يجوز رفع دعوه عليه الا عن طريق النائب العام. اما اذا كان الموظف عام سيء النيه ارفع يا باشا مش هستنى حاجه. يا باشا كان سيء النية، أنا كلامي واضح، كان سيء النية، كان سيء النية، قبض على مواطن بدون وجه حق، هل هنا أثناء تأدية عمله؟ باشا أنا قبضت على واحد، أنا ظابط، قبضت عليك بدون وجه حق، إيه إمتى أقبض عليك كمأمور ضبط قضائي؟ واحد، حالة تلبس، اثنين، إذن نيابة، مفيش ثلاثة. أنا جبت ثلاثة، قبضت عليك بدافع إن أنت سعادتك يعني في انتقام بيني وبينك، حالة انتقام يعني أي حاجة، حالة شخصية، يبقى أنا سيء النية، يبقى أرفع عليه، يبقى يسقط الحماية التي قررها المادة الجرائم الجنائية على الموظف العام. فالحماية على الموظف العام أثناء وبسبب تأدية عمله وكان حسن النية، لا يجوز الإدعاء المباشر إلا عن طريق النائب العام. أما إذا كان الموظف العام سيء النية فتسقط عنه الحماية. لو كلامي فيه حاجة أقولها أقولها. لو في حاجة قولوا لي، أنا تحت أمرك. ماشي. لو في لا أصل هي المناقشة بتبقى جميلة. أنا لا أتشبث برأيي، لو أستاذ حمدي قال لي رأيك غلط أقول له أه إحنا ما بنطبقش قانوني. يا دكتور هو حضرتك بس عشان الجزئية دي جديدة بعد أنا شرحتها بتفصيل. إذا كان الموظف العام حسن النية لا يجوز الإدعاء المباشر إلا مادة 123، إذا كان الموظف سيء النية تسقط عنه الحماية الأسطورية ويساعدك نرفع الإدعاء المباشر عليه، مثال ذلك القبض بدون وجه حق، كذا 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 كذا. ماشي يا باشا؟ طيب. يجب في الادعاء المباشر ان تكون الدعوه الجنائيه مقبوله، وعلى ذلك اذا كان الادعاء المباشر في جنحه نص عليه القانون لا تقام الا بشكوى او طلب او اسم، يبقى لا يجوز الادعاء المباشر. لا يجوز الادعاء المباشر من المظلوم من الجريمه اذا كانت الجنحه قانون الاجراءات الجنائيه رفعها
عن طريق شكوى او طلب او اذن، لا يجوز الادعاء المباشر، لا يجوز يا باشا الادعاء المباشر. طيب الا اذا كان المضرور من الجريمه في جريمه الشكوى هو اللي رفعها مباشره، هو اللي رفعها مباشره، يبقى لا يجوز الادعاء المباشر في جرائم الشكوى من المضرور الا اذا كان هذا المضرور هو المجن عليه. مفهوم يا بابات؟ مضرور من جريمه معينه ملوش حق يرفع الشكوى، وهنقولها الشكوى بيرفعها المجني عليه، اذا كان المجني عليه هو المضرور يبقى الادعاء المباشر مقبول، اذا كان المضرور مش هو المجني عليه يبقى لا يجوز الادعاء المباشر، لا يجوز الادعاء المباشر. وهنشرحها بالشكوى كل حاجه. هل يجوز الادعاء المباشر اذا انقضت الدعوه الجنائيه؟ لا يجوز، الدعوه الجنائيه حدد لها المشرع مدة تقاضي، فلا يجوز الادعاء المباشر بعد انقضاء المدة التي حددها القانون. خلاص؟ طيب المدة فين؟ هتكون في الجنحة والمخالفة. انقضاء الدعوة الجنائية في الجنحة بعد كام سنة؟ ثلاثة. هو اللي قال خمسة ده انقضاء عقوبة مش انقضاء دعوة. في فرق بين انقضاء عقوبة وفرق بين انقضاء دعوة. اللي قال خمسة ده انقضاء صح بس انقضاء عقوبة. بتتلخبطوا انتوا فيها شوية. المتهم اللي هترفع عليه الدعوة مجنون أو ميت مات، هل يجوز الادعاء المباشر؟ طيب الدعوة اللي أنت هترفعها في الجريمة صدر منها عفو شامل من مجلس الشعب، هل يجوز رفع الادعاء المباشر؟ لا يجوز. يبقى هنا هنقول إن الادعاء المباشر لا يجوز إلا في إذا كانت الدعوة جنائية مقبولة. اثنين، لا يجوز في الدعوة المدنية إلا إذا كانت الدعوة المدنية مقبولة. طيب هنا المحكمة هتنظر دعوتين في الادعاء المباشر، مش دعوة واحدة. الادعاء المباشر بتاع المضرور من الجريمة اللي هي الدعوة المدنية، والنيابة في الدعوة الجنائية، ولازم تربط بينهم وبين بعض. وعلى ذلك في حتة مهمة جدا أستاذ حمدي هيقولها لك، لا يجوز للقاضي أن يحكم في الجريمة الجنائية أولا ثم يحكم في المدنية أو العكس، فلا بد ان يصدر منطوق الحكم في الاثنين معا، فاذا صدر الحكم في احدهما يبقى الحكم باطل، يبقى الحكم ايه؟ باطل. ويجوز للمحكمه ان تحكم في الدعوه المدنيه بالاحاله للمحكمه المدنيه، ما ده حكم، ما ده حكم. يبقى لا يجوز للمحكمه الجنح المرفوع امامها الدعوه المباشره الا ان تحكم في الدعوتين في منطوق واحد، يعني في جلسه واحده، منطوق واحد. ده ليه؟ اجراءات طبعا الادعاء المباشر كلكم خدتوها. هنجري للشكوى. خلي بالكم ممكن المحكمه الجنائيه تحكم البراءه وتحكم التعويض، تحكم البراءه في الدعوه الجنائيه وتحكم في نفس الوقت بتعويض. مفيش ارتباط ما بين الدعوه الجنائيه والدعوه المدنيه ان الخد اداله لازم تعويض، ممكن تحكم الادانه ما تحكمش التعويض. مفهومه؟ طيب هنيجي للشكوى. الشكوى واحد في الجنح فقط لا غير، كلها زي الادعاء المباشر، الادعاء المباشر في جميع انواع الجنح ما عدا كذا كذا اللي قلناه. اما الشكوى فهي جرائم محدده على سبيل الحصر. يعني ايه؟ يعني جنح محدده على سبيل الحصر، لا يجوز مطلقا القياس عليها. دي الشكوى. الشكوى دي لا تستطيع النيابة العامة في هذه الجريمة التحرك إلا بعد شكوى من المجن عليه، فلا يجوز لها اتخاذ أي إجراء يمس حرية المتهم، لا يجوز مطلقا. تسأل شهود ماشي، تعمل معاينة ماشي، تنتدب خبير ماشي، لكن إلا المتهم لا يجوز المساس فيه بالنعمة إلا بعد الشكوى. عيوبك بتقول يعني إيه شكوى؟ شكوى في جرائم معينة، حد ثلاث أربع جرائم عشان هم 11. جريمة زنا الزوج وزنا الزوجة. الله أكبر.